السلام عليكم. المتابعة اليومية، طريقة الدقيقتين يوميا. سأعطيك في هذا المقطع مفتاحا من أهم مفاتيح التغيير الشخصي على الإطلاق، وأؤكد لك أنك لو استعملته فسوف تتحسن في كل شيء في حياتك. يحتاج منك استعمال هذا المفتاح وتطبيقه دقيقتين يوميا فقط. قبل أن أعطيك المفتاح دعني أسألك سؤالا. كلنا نريد أن نتغير للأفضل في عباداتنا وعاداتنا وعلاقاتنا في كل شيء. لماذا ينجح البعض في ذلك ويشل المعظم؟ السر أن الفهم لا يعني التنفيذ إطلاقا. ولو كان الأمر كذلك لكان حال أمة المسلمين الآن أفضل مما هي عليه بكثير، فالمسلمون يؤمنون حقا بأفضل القيم على الإطلاق، لكن أين هم من التطبيق؟ الفهم لا يعني التنفيذ. ذكرت في المقطع السابق درس من السباحة دراسة تقول أن 30% ممن يحضرون الدورات التدريبية لا يتغيرون إطلاقا، أما 70% فإنهم يغيرون شيئا ما وليس كل شيء. الذي قام بهذه الدراسة هو الدكتور مارشال جولدسميث، والذي يعتبر المفكر القيادي الأول في العالم. ويذكر الباحث أنه كان في نهاية كل دورة يسأل الحاضرين: هل تنوون تطبيق ما تعلمتموه في هذه الدورة؟ وكانت الإجابة نعم في 100% تقريبا من الحضور. إذا لماذا لا يتغير الناس رغم أنهم يريدون هذا؟ أكمل الباحث الدراسة بحثا عن الجواب، وكانت النتيجة هي أهم جملة يمكن أن تسمعها في علم التغيير. تقول النتيجة: لن تتحسن بدون متابعة. وجدت الدراسة أن هنالك تناسبا طرديا واضحا جدا بين التغيير الذي حدث والمتابعة، فالذين لم يتابعوا لم يتغيروا إطلاقا، والذين قاموا بالمتابعة تغيروا بقدر المتابعة. ما هي أفضل طريقة إذن للمتابعة؟ الطريقة التقليدية الشائعة في المتابعة الشخصية هي أن تعمل لنفسك جدولا من المهام اليومية تراجعه كل ليلة لترى التزامك بما وضعته لنفسك. لم تثبت هذه الطريقة جدوى كبيرة بسبب صعوبة الالتزام بها والملل السريع منها وسهولة تركها. الطريقة الجديدة التي سأذكرها الآن اسمها طريقة الدقيقتين يوميا. لنبدأ العمل. أحضر ورقة واكتب فيها الأمور التي تريد أن تغيرها. ما هي النشاطات اليومية التي تريد القيام بها أو التوقف عنها؟ ما هي العادات التي تريد اكتسابها أو التخلي عنها؟ سأضرب مثالا على ذلك. يمكن أن تكون الورقة على الشكل التالي: 1. هل صليت الفجر في جماعة؟ 2. كم مرة غضبت اليوم؟ 3. هل قرأت جزءا من القرآن؟ 4. هل شاهدت فيلما وثائقيا؟ 5. كم ساعة جلست على مواقع التواصل الاجتماعي؟ 6. كم قضيت اليوم مع أطفالك؟ 7. كم دقيقة قرأت اليوم؟ 8. كم دقيقة أضعتها في جدل تافه؟ 9. هل نمت البارحة قبل الساعة 12 ليلا؟ هذه الورقة لن تحتفظ بها لنفسك، بل ستعطيها لشخص آخر يتابعك كل يوم بأن يسألك هذه الأسئلة وتجيبه عليها. هذا الشخص له صفتان: فأولا هو يحبك ولذلك فهو مستعد لأن يتصل بك يوميا، ثانيا يهمك رأيه فيك. أما بالنسبة لتطبيق الطريقة فليس بالضرورة طبعا أن يكون التواصل مباشرا، بل على الأغلب سيكون عبر الإنترنت أو الهاتف. اطلب من صديقك الذي سيتابعك ألا يلومك أبدا إن قصرت، وحاول أن تكون هذه المحادثة قصيرة قدر المستطاع، دقيقتان تكفيان تماما. هذا ضروري حتى يكون الاستمرار في التطبيق أسهل. من النادر أن تقوم بكل الأعمال التي كتبتها في نفس اليوم. تعتبر نسبة إنجاز 50% من المهام نسبة جيدة جدا، فكن سعيدا ومطمئنا بذلك. هنالك قواعد أساسية مفيدة جدا في زيادة فاعلية هذه الطريقة، سأذكرها لك إن شاء الله في المقطع القادم. أما الآن فسأذكر قاعدة واحدة منها فقط. تقول القاعدة: أفضل وقت للتغيير هو الآن، ليس غدا ولا يوم السبت القادم ولا بداية الشهر ولا بعد أسبوعين عندما تتم الأعمال التي أنت منشغل جدا بها الآن. أفضل وقت للتغيير هو الآن،
اكتب على ورقتك بسرعة ما تريد أن تفعله كل يوم، لا تقلق، القائمة قابلة للتعديل على أي حال. ثم ابحث عن مدربك الشخصي وتواصل معه، وابدأ عملية التغيير والمتابعة، وأخبرنا عن فاعلية هذه الطريقة وأثرها في حياتك بعد تطبيقك لها. لا تتكاسل ولا تؤجل، استعن بالله ولا تعجز، واهدي هذا المفتاح لغيرك، عساك تكون سببا في تغيير حياة الآخرين إلى الأفضل. ولا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك القواعد وبقية المفاتيح. السلام عليكم.